السلام عليكم ورحمة الله. بهذا الفيديو مناشدة من طلاب الصف الثالث متوسط والسادس الابتدائي يناشدون وزارة التربية بإعطاء دور ثالث للصفوف المنتهية، أو فمن خلال قناتنا الناشد وزارة التربية لطلاب الصفوف المنتهية يريدون دور ثالث. طبعا وقسم بها يحتاجون إلى 15 درجة، ويعني درجاتهم بالثلاثين، هذا المحتاج 11 درجة، وهذا المحتاج 13 درجة، يعني إن شاء الله. أما درجات إضافية 20 درجة 15 درجة إذا ما تنطي دور ثالث، أو نطيهم دور ثالث فرصة أخيرة حتى تأهلهم إلى درجة النجاح. إن شاء الله توصل المناشدة، بس صعدونا للفيديو لايكات ومشاهدات حتى توصل إلى وزارة التربية.